ما خدش حقه عدلي كاسب، ورغم ان اسمه كاسب الا انه خسر، ورغم ان اسمه عدلي الا انه حصلش على عدل. هذا الرجل الفنان العبقري، واحد من معجزات فن التشخيص والتمثيل في تاريخ مصر الفني، عدلي عبد الحميد كاسب، اللي من مواليد 1918، خريج مدرسة الفنون والصنايع اللي هي أساسا كلية فنون تطبيقية بعد كده، المدرس في كلية الهندسة لمدة 12 سنة، المشرف على النشاط الرياضي بكلية الهندسة، سباحة وكشافة وجوالة، أحد أبطال رفع الأثقال وكمال الأجسام والسباحة، وكيل وزارة التربية والتعليم، مسؤول عن المسرح المدرسي، رائد من رواد التربية المسرحية. كل ده ما خدش حق. هذا النجم اللي كان في أدوار صغيرة تملأ الشاشة السينمائية على مدى تاريخها، لن تجد ممثلا مصريا على قدر من التنوع والتعدد والتلون في أدواره وبإتقان مذهل زي عدلي كاسب. باشا باشا البشوات، جزار جزار رهيب في سفيرة عزيزة، زوج أم غليظ فظ متحرش تلاقيه وتصدقه وتخاف منه وتترعب منه وتحتقره، زوج لطيف خفيف الظل عاطفي أبوي تلاقيه، أدوار متنوعة، ضابط بوليس، طبيب، بخيل، مسرف، كل الأدوار هتلاقي عدلي كاسب فيها محقق نيابة، قاضي، محامي، سجين مرمي في السجن، معلم من المعلمين اللي فيهم من اللغة، لغة الكلام ولغة الحركة وتجسيد المعلمة كلها هتلاقي عدلي كاسب. فين إحنا في تاريخنا النقدي من التوقف عند هذه الموهبة الجبارة اللي اسمها عدلي كاسب؟ خد بالك هو كمال أجسام وسباحة، وعشان كده تلاقيه في فيلم فتاة السيرك لعب سيرك، وتلاقيه في نفس الوقت واحد من البشوات الممتعضين من الثورة أو من الذين يمتصون دماء الغلابة والفقراء، أو تلاقيه في لوسط حسن، أو تلاقيه في بلال مؤذن الرسول أي بدور أبو جهل. يعني إحنا قصاد شخصية في منتهى التعدد. المشكل هنا إيه؟ المشكلة إحنا بنتوقف عند النجوم، ماشي ليكن نجومنا وعلى رأسنا، حتى لما بنيجي نتكلم على أصحاب الأدوار اللي مش هقول أدوار صغيرة لكن هقول أدوار غير الرئيسية، وإن كان وجودهم في الفيلم أساسي ورئيسي، إلا أن الأدوار ليست أدوارا طويلة يعني، لكن في الآخر لما أشوف حتى النقد وهو بتعرض لهؤلاء النجوم اللي مثلوا هذه الأدوار، على سبيل بقى يقول نتكلم عن ستيفان روستي، نتكلم عن زكي رستم، نتكلم عن النجوم من هذا النوع بقى، حتى نتكلم على مستوى محمود المليجي، على وبعدين ننسى عدلي كاسب. عدلي كاسب أحد علامات السينما المصرية فيما يخص فن التمثيل، ولما نتجاهل هذا الدور، هذه المكانة، هذه القدرة على التلون، من الأداء الكوميدي خفيف الظل إلى الأداء الخشن الفظ، من الدراما المبكية والمدرة للدموع إلى الساركازم والسخرية المثيرة للضحك، ده يا أخي ده كان زوج فاتن حمامة ومريم فخر الدين، ويعني ده زوج كل نجمات السينما المصرية، وفي كل دور وفي كل مرحلة سنية تلاقي عدلي كاسب بهذه الحالة المتألقة. أنا مش هتكلم على المسرح، ولا هتكلم على إنه كمان الدور المهم جدا اللي لعبه بعظمة وبروعة في المسرح المدرسي، المسرح المدرسي اللي أنتج كل هؤلاء النجوم اللي احنا بنشهد لهم وبهم في تاريخ السينما المصري. فحظ هذا الرجل عدلي كاسب، كان باشا أو كان جزارا، كان طيبا أو كان شريرا، كان معلما أو كان لصا، كان جدعا أو كان ندلا، حظه شديد البؤس، ما خدش حقه. ولا بنتوقف عند مجد هذا الأداء عند عدلي كاسب الذي لم يجد لا العدل ولا حصل على المكسب.